خل نبدي. حياكم الله وصبحكم الله بالخير مشاهدي الوطن والناس متابعي العراقية العامة وإذاعة جمهورية العراق. احنا اليوم نتواجد في منطقة المشتل بعد ما بادي الحجي يحب يسولف. خلينا نسلم عليه. حياك الله صباح الخير. حياك الله صباح الخير. شلونك حجي؟ شلونك؟ امورك؟ شلون صحتك؟ زين عافيتك. انت طيب؟ الله يسلمك والله. ودولة رئيس الوزراء انسان طيب. نعم. وبن هذا المجتمع. نعم. ويعاني ما يعاني من هذا، يعني يعاني على مود العالم، يعني على المتقاعدين دي يراعيهم والبنى التحتية، بس يكون بعض الايادي يشيل ايدها من عنده حتى يشتغلوا بصوره صحيحه ويعرفون نفسهم هم. اها والله. منو هذول؟ هذا ما احنا ما نريده، هم الانسان يعرف نفسه. رحم أيه. الله من عرف قدر نفسه. زين. فهذا الرجل يعرف قدر نفسه. أيه. وانسان اشتغل بصوره صحيحه حقيقه. زين. لا تملقا ولا مصلحه يم ولا في. انا انسان متقاعد. أيه. بقدر ما هو اشتغل بصورة. وبن هذا المجتمع، لا كان برا، لا جنسيه عنده استراليه ولا بريطانيه ولا اي، هو عراقي ابن عراقي. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الله يوفقه ان شاء الله. واحنا نقول توفيق توفيق للوطن ان شاء الله. والله ان شاء الله يفتح بوجهه ان شاء الله. امين. وبوجه العالم. انت شلون وضعك؟ وين ساكن؟ انا حقيقه كنت ساكن بحي النصر. أيه. هسه وين الزراعي وين جسر الفرنسي. أيه. احنا هم نعاني من الخدمات. نعم. زيادة الدولة الرئيس. جود الخدمة ما طب لكم؟ لا والله الحد هذا يسمونه الزراعي. أي. وقرار 25. أي بس جود الخدمة بعده. وين قضاء الزوراء؟ أي. احنا بصف قضاء الزوراء. نعم. بس طب لها المناطق قريبة يمكن قريبة طب. اي طب الولداية ما ولداية احنا بعد. أي. حقيقة. نعم. واحنا نريد من الله وزيادة رئيس الوزراء ماكو يباوع لها العالم. ان شاء الله يدخلكم جهد الخدم. اي والله جهد الخدم ضروري. نعم. لان نعم. تعرف طلاب اولادنا طلاب. نعم. ويحتاجون خدمات بالنسبه لناحيه اسمه. نعم. الناحيه التبليط المجاري المياه. اي قصه الماء. انا راح اخذ تليفونك. اي واشوف الخدمات. خدمات اي والله. واشوف الجهد الخدمي. الجهد الخدمي يعني احنا السده مال الولدايه احنا بالزراعي. الولدايه. الولدايه. نعم. ايه جهد يعني نشوف ان شاء الله الانسان عبد الرزاق المالكي يسجد الخدم ما يقصر. لا ان شاء الله ما يقصرون، هم كلهم زينين ما يقصرون. وخلي تليفونك بس تنبيه نوبات يصير او يعني لا غفله تعبان هواي هواي تركه هواي. اي طبعا طبعا مناطق هواي فعلا. احنا نعذر. ايه؟ احنا نعذر. هسه احنا مسؤولين على 10 نفرات هم نوبات، هذا ما تطي وهذا ما تطي وهذا. ايه؟ صحيح ولا عجبا دوله يعني تعرف انت. الله يطول بعمرك. احم الله والديك ويعطيك الصحه والعافيه. واحنا خدام. لا العفو. خلي تليفونك حجي. خلي تليفونك. يلا بخدمتك. بخدمتك. تيمن. حياك الله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله يعزك الله. طبعا انت كل هذا اللي تسويه بالجنه تلقى ان شاء الله. الله يسلمك. زين الله يعطيك طول العمر. يعني ان شاء الله ترى عيال من شو نسوي وراده واسطات. اكو اكبر من المندلاوي، هذا المندلاوي ذاك هو بيته. ايه ولحد الان ما سوى شيء. ما سوى شيء مندلاوي. هذا مندلاوي مكان الحلبوسي. ايه ايش قد ياك يقرق عندهم بيتهم. بيتهم هنا هو ذاك هو بيت كبر. تباح طالع لك. ها باحث. هاي مال باحث كامله. شو من شو كنا جايين. شنو اسمك؟ احمد عامر. عامر عدنان. الوالده ايمان علي خليفه. هساني كل ما لك حاسب. احمد عامر علوان شباب عدنان. استاذ حيدر. احمد عامر عدنان. احمد عامر عدنان. عدنان احمد عامر عدنان. ايمان علي خليل. علي خليل اصلي بغداد. اي اصلي بغداد كرخ. بس تدري الكرخ يعني اليرموك صار شويه غاليه. حولت هنا المشتل شويه. ايش اليرموك؟ جبت اليرموك. اي فقعدت هنا يعني كنت تدري ورقه. شو الشغل هسه؟ أنا جال كسر ظهري. أنا يعني جال كسر ظهري. يعني من تداين من تداين الشخص تداينك لازم ترد لي إياه. نعم. يعني أنا هسه شخص واحد يطلبني 6 ملايين. أبو شاب خلي تليفونك. بس أنا أريد خبر. خلي تليفونك. هسه هسه. أستاذ مصطفى. شلونك حبيبي صباح الخير. شلونك صباح النور. شو أخبارك؟ شلونك زين؟ أمورك؟ الله يعزك. شلونك؟ الله يحفظك. عندنا معاناة قوية. وبالأخص هذا جسر الفضيلية. جسر الفضيلية. ايه اول شيء هذا اكو مشروع اليوم يصير بدون شارع خدمي. زين زين هسه الفضيلية بيها شارعين كبار سايدين. ايه.
قبل من صار الشغل سد وعاف العالم كلها من الظالية هاي ترتبط للخال. يعني أنا الباحة طالع بالخمسة العصر منا من المجد تربيتنا على السياحي تندل السياحي ساعتين من الخمسة للسبعة ليه ماكو خدمي؟ ماكو تروح سايد واحد سايد واحد ومسدود قافض إلى تريلات لوريا ليه أكو شغل غير ليه أكو شغل؟ أكو عنده مجال يقدر يسوي خدمي هسه الفضالية مو شارع يعني يسوي طريق مرور وقتي اي هي شي الفضالية هسه مو بيها شارع واحد مفلش واحد مخلينه واحد مفلش يشتغلون بيه واحد واحد تاركينه في النور ولا يشتغلون بيه واقف هذا قبل لا يفلشون هذا الجسر يبدون بهذا الجسر هذا الطريق متروك مال الفضالية هسه هو صار عنده شغل بهذا الجسر وجا الشركة واشتغلت غير يخططون المكان للسيارات منين تختار منين تطلع مجرد فضالية ما كمل موضوعها؟ ما كامل نعم موضوعها ما كامل ابد يعني انا راح اروح للفضالية قريبا بس اريد انوه عن قضية الفضالية بيها شارعين اول المناطق اللي طبوا لها الجهد الخدمي نعم اللي شكلها دولة رئيس الوزراء في بداية تسلم مهام رئاسة الوزراء هي الفضالية وبناء على حلقة الوطن والناس واتذكر نزلنا سوية نزلنا آني أبو علي الكوفي أستاذ نزار التميمي الأستاذ مدير البلدية وأيضا الأستاذ حسين دهش مدير الكهرباء بغداد ونزلت آليات باشرت بالعمل وتوقعت انه يصير الموضوع لكن ما حدا من ما بدا ليش لحد الان الوضع ما كمل المفروض كان اكو بس تعارض كل الاشياء كملت كانت اكو تعارض القابلوات مال 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 الكهرباء على اساس يشيلوها ويغيرون مسارها فالفضلية بعدها استاذ الفضلية بعدها احنا ماكو مشكله عمل وشغل ماكو ليش ما يسوي خدمة للعالم شنو ذنب هاي العالم اكو مجال يعني هسه حتى الافرح كلها سددها الافروع كلها وين على شارع المطبق نعم. يصير لود يعني يصير لود يعني مسافه كلها ماكو خمس دقائق بالسياره تاكل بيها ساعه هاي هسه من المشتل تعال العصر من المشتل فره لحد ما تطلع للفضالية تاكل لك ساعه ثلاث ارباع الساعه انا بيتنا على السياحي منين قمت اطلع افتر منا على جسر دياله والله افتر على جسر دياله وارجع هيك اسهل لك اخلص من الازدحام هاي الفره حتى لا اطب ازدحام تروح على البلديات مو هذا يربط محافظه بعقوبه هو هذا الشارع نعم صح له لا ان شاء الله تصل للجهات المسؤوله معالجه هذا الموضوع والله ان شاء الله مشكور رحم الله والديك ان شاء الله تحياتي لك شلونك شو اخبارك هذا سويتش تيك توك السبحه ناخذه مرقمه مرقمه ها زين اذا مرقمه اجازه ما سويت لا ما عشان ما ماشيني عندي إجازة. إيه. لأنهم شو يتهاونوني أنا أهل المرور. يتهاونون. كم مواليد؟ ها؟ كم مواليد؟ 2008. 2008. 16 سنة. العمر كله يعني أنت بكأس آسيا بعدك ما صاير. ها؟ بعدك ما صاير. شنو بعد ما؟ كأس آسيا. 2007. إيه. إيه. عمي. ودراستك؟ تارك. يا صف تارك. سادس ابتدائي. تقرأ وتكتب لوحدك؟ إيه أقرأ. ليش تركت؟ تعرف انا معلم بطلت تركت انت شو اسمك علاوي علاوي شنو منيتك بس شنو منيتك ما عاد منيت ما عاد شنو هدفك هدفي ما عندي هدف ما عندك هدف لاكو امنيه ولاكو هدف اي والله شو اسوي وعايف الدراسه اي درس الهدف شنو 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 معنى العيش بيج صعب لا لا شنو معنى العيش بدون هدف وبدون أمنية شو هاي الدنيا انت شو بيره لك ايه ابوك شو اشتغل قاعد اساكر جاي اشتغل عماله وتعب ظهرك قال ما جعه وتعب كبير كبر فانا قمت اشتغل مكان مشكله ايه والله مشكله والله مشكله يلا الله يوفقك والله يوفقك الله يوفقك مشكلة الإنسان بلا هدف بلا حلم بلا سلاح الدراسة وين روح شونك شو أخبارك أمورك يا احنا جماعة التكاتك التكاتك طا
طالب مناشدة من رئيس الوزراء أن يفتح لنا الرقم. أنا مدير 23 مشتريها بكومو فلوس، يعني إذا اليوم انحجزت ها أنساها. أنا مشتريها ب8.5 ملايين. زين أبو الشركة نروح له، هي طابة يقولون كانت هاي محجوزة برا بالميناء وطبت قشق ما أدري شلون. هي طابة قشق بدون منافيس؟ هي سووا لها منافيس عود قمرقوها النوب. وهسه احنا 23 ضالين، هم اشتريناها بكومو فلوس ها؟ وماكو، نريد لنا حل ماكو. زين هسه المرور هذا لازمك تنساها. هسه انت عندك أمنية. أمنيتها عندك التيك توك. أمنيت التيك توك الرقم ونخلص. وهدفك التيك توك. إي أهم شيء التيك توك. إي نطالب رئيس الوزراء وهذا المرور يركض ورانا. وذا لازمة تنساها 8.5 ملايين كومو فلوس. وانا اشكركم ورحم الله والديك. تحياتي لك حبيبي. تحياتي لك. هسه جايك يا ابي شلونك؟ مطالبنا كبيره حيل. اي ابشرك يفترون على المعامل، معامل النهروان مال طابو. اي اي هاي مطالبنا والله. يفترون عليها على مود التلوث البيئي يا ابوي. شلون غير دخانه تسول قال رئيس الوزراء عوف النفط الاسود يشتغلوا بالغاز. احنا نريد نعيش غير هي عايشين عليها. كيفك العباس سايق؟ شو عايشين عليها ابوي؟ الله بخير عليك ونعم بالله عايشين عليها. تخون نقول العالم شلون بالله غير هو يسوون محل لازم. اي هو الحل بكان النفط الاسود غاز. غاز هسه بك تعود يسوون غاز وخاف دور يقطعونها. لا يسوي لكم غاز ويسوي لكم حل. بالعكس انت البلد محتاج طابوق ابني. ايه البلد محتاج طابوق. إيه والمعامل المفروض الزيت. بس هم انا ماكو بهاي الطريقه الاوليه اللي هي اي والله البوجه والثعوله وخنق العالم. لا العباس عايشين عليها. بس انت مو عايش عليها. انت بالمناسبه هي تاذيك لك وتضرك لك وتضره لك وتضرك تخنقهم. البوب علاوي من هاي وين نروح؟ انا مصطفى مو علاوي. انا دائما اتابعك. يلا زين هاي تابعني وعلاوي تابعني شو اسمي. يلا تحياتي لك حبيبي. الله يحفظك. شلونك حجينا؟ شو اخبارك؟ امورك؟ الله يخليك. شلونك حجي؟ نحمد الله الحمد لله. انا شوي اريد اخذ رايك. اي تفضل. قبل شوي انا شاب عمره 16 سنه. نعم. شغل بالتيك توك. نعم. قلت له شنو امنيتك؟ قال لي ما عندي امنيه. شنو هدفك؟ ما عندي هدف. مدارس. هسه احنا هذا الجيل اذا ما عنده هدف وما عنده امنيه شلون يعيش؟ هو مدارس يعني مدارس ما متوعي بالحياه. ما عنده المام بالحياة ولا عنده لو دارس وهذه كان عنده المام عنده ثقافة عنده أمنية. أوكي. عنده أمنية شلون يوصل لل هواي ناس قبل ما دارسين وهسه ما دارسين بس عندهم أهداف وعندهم أماني. عنده أهداف وعنده أماني. أنت هذا العمر بعد عندك هدف وأمنية لو راحن؟ لا عندي هدف وأمنية. عندك هدف؟ نعم. الإنسان لآخر حياته هو عنده هدف. عنده هدف. نعم. لأن يعيش بالحياة. زين. إذا ما عنده هذا ما يعيش. طيب. شلون على المشتن؟ أنا مو بالمشتن. ها. أنا بالسيدية. سيدية. نعم. يا هلا بأهالي السيدية. الله يخليك. وين بالسيدية؟ بال. خيزران وين؟ بال829. شلون وضعها؟ الحمد لله. خدمات خير. يعني طبوا خدمات. بلدية رشيد زينة وياكم بلدية رشيد؟ هالسمانية بلدية رشيد. شالوا الرصيف، هو رصيف ذاك أقوى، جابوا رصيف. بس يقول لي اجلس بصبعك يتكسر. اها نعم. هاي شو وقت؟ بس زين استاذ مصطفى اني العفو. ايه اني مهجر للسيدية. زين قلت له ولدي ثلاثة توم وين الهوية؟ ايه هوية الهجرة والمهجرين. نعم. شو تبغى على سيارتك؟ على سيارتي. نعم. وين سيارتك؟ اللي قدامي من السيارة مالتكم. هسه ساعد الموضوع. إيهاب السيارة شو سيارتك؟ اسمه هذه العالية. ها هاي الوقف اليوم؟ إيه إيه. إيه مو هسه إيهاب يدير باله عليه. نعم نعم. فأنا مهجر كل ما راجعين يقول ماكو ما لك أي شيء. زين شلون الحين ما نقول فلان منطقة تهجر وهادي؟ لا هو يسر عقلك في القضية. نعم. إحنا وزارة الهجرة. نعم. متعاونة بمعالي وزيرة وتتواصلوا يعني. نعم. القرار اللي اتخذه الوزير الأسبق اللي
دار الوزارة بالوكالة السيد عثمان الغانمي بإلغاء هاي التفصيل، يمكن وصلت لك هاي ألغيت يعني. ليش ما ألغيت على ذول اللي هم نفس يعني تهجرت وتفلش بيتي وقتلوا ثلاث ولدين، ثلاث ولدين ثلاث شهداء؟ ثلاثة نعم. استلمت حقوق لهم لا؟ ليش؟ بس واحد استلم حقوقه، الحقوق شنو استلمت؟ بس التقاعد، بس يعني التقاعد يعني. وهاي عندي مال الأمنية 1/11 أنا رافع أمنية اليوم قبل 5 أيام يلا طلعت. زين. الطلب الثاني أنا عندي بتر. بتر. عندي بتر. كل ما راجع الأطراف القدم مكسور، إذا رجلك مكسور مقطوع على الأصابع شلون تقدر تمشي؟ طيب. تقدر تمشي؟ يعني أنا القدم مكسور، كل ما أروح له يلف له نايلون. نايلون يلف له يقول ما عندنا قدام. الوزارة وهذه ما عندنا قدام شلون؟ قال والله ما عندنا قدام، تروح على الوزارة. ماكو قدام. إي ماكو قدام. قلت له زين شلون أقدر أمشي أنا؟ شلون أقدر أمشي؟ هسه إحنا اتصل لك وزارة الصحة؟ وزارة الصحة هم أروح عليه يقول لي هي مستشفى مستشفى ابن القف. ابن القف. إي الأطراف. مال الصناعية هذا مكسور من نفس مكسور. انت وين رحت؟ وين انصابت؟ بالحرب. بالحرب. نعم. الحرب العراقية الإيرانية. نعم. زين. كاظم صالح مو؟ كاظم صالح منصور. كان من امشي راسنا وقعت لما انتج على وقعت العود شيء توقع ايه. خلنا نتصل دكتور سيف ما اعرف جاي ينقطع. صباح الخير والعافية دكتور سيف. حياك الله. انا يمي هنا عمنا كاظم رجل كبير بالسن فاق الطرف ويقول انا كل ما اراجع يعني الطرف القديم انكسر اللي لابسه القدم انكسر بالنص. يقول كل ما اراجع ابن القف يقولوا لي ماكو. اي فشلون نقدر نساعده؟ هسه بالمشتل مو؟ اي بالمشتل على راسي. يقدر يجي دار صحه الرصاف ويروح المصنع الاطراف دار صحه الرصاف واسهل. تروح دار صحه الرصاف؟ اللي هو قريب على على الاطراف مال وين؟ مال ابن القف. يقول تروح دار صحة الرصافة؟ يقول مو قريب لبن. يقول مو أنا قريب من القف. اي حس اسمه رقم تليفون راح يجيك. والنعم منك دكتور الله يوفقكم. اليوم أربعاء مقابلات مواطنين صح؟ تحياتي لك ولكم بالذات قناة مباشرة مع المواطن. أهلا وسهلا. الله يحفظك وتحياتي للجميع. بنتظر اسمك بالتليفون. هسه جاي. وبالنسبة لهذه جماعة لما يقوم مساعدات يعني مو احنا نفس الشيء يعني فلشوا بيتي وقتلوا ولد ثلاثة. كاظم صالح هسه نشوف شنو يقدر منصور. سالم روح يمن اكتب رقمك خلي بس اكتب له الرقم بالرساله بسرعه. شلونك حبيبي؟ صباح العافيه وخير. رحم الله والديك على الجميع ان شاء الله. الله انا عندي مناشده للرعايه. نعم. انا مقدم على الرعايه صار فتره. طيب انا قبل كنت خياط مال دشداشه. اي بس تعرف هذا السوقي والمستورد ومال شاكر قضى على هاي المهنه. يعني قبل العالم متفصل ب 50 وب 75 هسه الجاهز صار ب 20 فانتهت الدشداشه يعني انتهت مصلحتنا. بس يبقى الفصال يبقى له دور بس قليل يعني ما يطلع ايجاره. الخياطين الزينين ما عندهم مجال. لا نشتغل احنا بس قليل. هسه ثق الخياط الزين تروح له يقول لك صدقني تعال شاري الله السلم. يعني انا اعرف شهر. ناس لباسه وعليه الاعتماد والله موفقه يكون للجاهز. يعني انا كان يجي محرم اجيب انا 4 طواله العفو 8 طواله كل طول يصير 8 دشاديش 8 طواله اجيب كل محرم. هسه اجيب طول طولين ما يخلص. عالم قامت تروح تستلمها تشتريها ب10 ب15 وبس يكفوا لو ما يكفوا يلبسها. هسه هذا ما لنا شغل الحديث راح. زين
فانتهت الخياطة، اشتغلت بالكمالية عامل 5 سنوات بالكاشي، عرضت الحادث وضربت ايدي بالخباطة، تم قطع الاوتار والاعصاب وهاي ايدي باوع، هسه دبة يعني مال ميارة ذابيها نص ما اقدر احملها، فاصبحت عاجز يعني. زين. فقدمت على الرعاية، جتني الباحثة. طيب. رحت لهاي مال تقاطع المسبح مال الكرادة، وريته ايدي قوة طبيت، يوم ولا تخير مثل وشك طببني عليه، قال بعد انت وهمتك، طبيت عليه قلت يا مان هيك وهيك وعامل وهاي ايدي باوع واليمنى وما اقدر اشتغل بيها. قال لي والله حالك حال العالم. قلت له شلون حالي حال العالم؟ هي غير رعاية غير للمحتاج، وانا كنت ما اقدم عليه لان كنت ظرفي زين اشتغل وخير من الله، بس بعد من اصبحت هيك وعدي جهال قاعد يعني. طالع لك باحث؟ طالع لي باحث وعدي قصص. اسمك؟ باسل نافع زامل. باسل نافع زامل يقول انتظر على الوجبات، حالك حال العالم. قلت له مو انا ظرف ما يسمح يعني انا قاعد. باسم نافع؟ باسم نافع زامل. اسم الوالده؟ عليا خلف جابر. عليا خلف. يقول لي حالك حال العالم، يا مو انا وضعي يختلف، عندي جهال ومدرسه. هسه شوف اسمك وسرعه. اي والله بلكت الله. اي والله. وخلي تليفونك، خلي تليفونك صار. ماشي. خلي تليفوني مولد. اي اي اي. تتصل لي هدي ولد، هدي ولد مع واقف الشبكه من الولاده. اي او سوينا على بدي اسولف لك اياها من اولها. بال 2002 عندي سيارات 2 في كمان، خليت وحده باسمه وباسمه اخوه، كنت خاف هو اموت انا. 2003 صار التغيير، بل السياره 2009 سيارة 2005 24/7 فجار بالمشتل صخريج راحت. اي استشهد اخوه والسيارة عصف هو كان من صخريج، انتهت ما بيها، ضمينا شاصيها. ما سقطتوها؟ ها؟ ما سقطتوها؟ سقطناها ما سقطناها راسل، ضميناها قلنا بكت يطولنا هاي. 2009 سوينا له رعاية، ما طلبوا لا سيارة ولا هاي، هو تنزل. 2014 قاموا يدورون شغلات عوجة، دزوا قالوا انت باسمك سيارة، جابوا السيارة هاي وراخها، والسيارة هاي يقول لا لازم هسه انت مطلوب 5 سنين ودي 6 سنين. زين. السيارة كانت باسمك، احنا بوقت اللي سيارة 2005 24 تموز سابق هنا بالمشتل، وبراخة موجودة وكل شيء. هسه مطلوبين؟ هسه مطلوبين، ولا رجع ولا رعاية ولا ما. شلون هاي إلا تحولنا يم مسؤول ويشوف الشغلة. والله يا عمو ما هاي الشغلة ما يعني المفروض. شلون المفروض؟ شلون ليش طلطوا رعاية؟ هسه هي الاستاذ القانون له هيك طلع القانون 2014 لبسنا سياره ما يطول، هو 2000 السياره 2005. هسه ان شاء الله يعالج لك اياها استاذ حيدر. استاذ حيدر صباح الخير عليك، اتمنى تتصل بالرعايه وتحل الحجي. عامله شو اسمك الولد؟ انت؟ انا عيدان قيطان. ابو من عيدان؟ ها؟ ابو من؟ ابو حكيم. ابو حكيم. والولد اسمه حكيم؟ لا الولد اسمه جمال. جمال حكيم. اي جمال عيدان. جمال عيدان. جمال عيدان. اي انا ما اقدر اروح ويا جوز الولد ويا. يلا ان شاء الله ان شاء الله اسرع على تليفونك ونسال لك بيها، وان شاء الله وان شاء الله تنحل. ما تنحل. لا ان شاء الله لا ما تنحل. ما تنحل. تقول يلا تفائل التفائل وبالخير تجدوه. لا الا المسؤول هو وشوف اوراق لان هو رجعنا تركيا. رحت الوزير؟ لا ما شفنا الوزير. تدزنا للوزير وين المكان؟ لانه هذول البر عاي يقول لك انا ما اعرف، يجوز انت مصلحتوها واشتغلتوا بيها. يابا ما صلحناها، ما يفيد هذا الحكي. مو هاي نعرف احنا. بس هو ليش اعطيتوا رعايتكم الى ما طلبوا كل شيء ما طلبوا. 2009 كل شيء ما طلبوا، انا اللي مشيت المعامله وانا اللي كملتها. وهاي 2014 قالوا قاموا يدقوا باسمه سياره ما يطوق قطعوا الراتب التمويل. زين.
شلون يعني هسه اتصل بيه مو دزول تفاصيله هسه دزول تفاصيله ها دزول تفاصيله هاي الولد مواليد 78 الولد اي الولد مواليد 78 اي واسم والدته جسومه جسومه اي اي هسه راح يشتغلون على هذا الموضوع هسه راح يدزول بياناته اي يم جامع المحسن احنا اي يم جامع الرسول مقابل جامع الرسول دقائق 3 يلا هذا التليفون تليفونه 90 نهايته بس خلي تليفونك انت يا حاج خلي تليفونك تليفوني انا تتصل بموضوعك هذا هذا موضوعك باسم نافع زامن اي 89 نعم اقرب يم جامع الزهراء نعم بالباوي اي بشر خير اي شنو مصطفى السلام عليكم حسن الزور يا السلام عليكم خير 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 شلونك استاذ مصطفى شو صار انا جيتك لي بعد الشهر جو مزيد جيت المشهد انا ماخذ قرض مال الاسكان 2012 شيت عسكري زين اداوم فوق اساس زين فكان يسددون اسدد يعني يقصوني 300 كل شهر مراتي بالتقاعد لحد ما طلع التقاعد 2021 كانوا يقصون من راتبي كانوا يقصون من راتبي انقطع راتبي زين توقف راتبي رحت للتقاعد رحت المصرف دزون المصرف قال اجيب براءة ذمة يقولوا لي لا اجيب المبلغ كله انا ماخذ 32 مليون الا اجيب المبلغ ما يحول على التقاعد؟ قلت لهم شلون غير احوله على التقاعد قال لا اجيبه رجعت التقاعد العسكري بزمن الكاظمي مجالس وزراء كاظمي مجالس وزراء اجل طلع قرار قال يتحول على التقاعد زين يقصون حولوا ما حولوا قالوا شو اسمه قمت استلم تقاعد اني استلم تقاعد ما يقصون مني راجعت وقلت لهم ليش ما تقصون مني شو عجب وروح ودي بدين بليل زين ما ادري انا عبالي ما ادري قصون مرات لا شنو عبالك يا عمو عبالك شنو ما عبالك يعني انت مبلغ جاي يجي ما مقصوص شنو عبالي استلم وراح استدد هنا من عصر بيدي هسه وقفوا راتبي صار الفاتشه. ايش ابوي انت هاي الفتره كلها تستلم راتب وعايفه شلون؟ مو هسه خليك يقصون هم يم مصرف الرافدين. عمو شو يقصون انت سنوات ما قاصين من يمك لان انت ما رايح. اي صحيح بس غير يحولوا على عمو هذا لجنه قاعده استاذ مصطفى عمو مو لجنه هي مو لجنه هي لجنه مو لجنه انت من كانوا ما يقصون منك وانت تدري ما يقصون. نعم. يروح يطيهن استلم هنا ويطيهن. والله ما ادري بالله العظيم زين. بس مقبيل راتبي وانا مريض وما عندي معين الله وكيلك وريته ما سخلي اسمك ناجي ترى ما خلي تليفونك ما كنت سخل صباح العافيه هسه ما سجايش مش تعال قربي لا لا ام هسه من سوى انت مسوى انا ابن اخوي يما فدوى اروح لك هو معيشنا وهذا جاي مجتح شوي ويا هاي طبيتينا على راسي يلا تفضلي فدوى لعمرك اريد عبد الامير يا الله ارد احكي وياه شحشيني احكي ويا على ابن اخويا فدوى ابن اخوك شبيه ابن اخوك بن موصل ومريض ايه ما خليت للداي دواء الا اريد اقابل هذا الوزير زين ادري شنو مريض شلون مريض شبيه مريض عمليات بي ما يحلون اسباب صحيه هو اريد اقابل هذا فدوى اروح لك يا يمه شا هو ابن اخوك ليش ما يجون اهله؟ ها ابن اخوك اهله ليش ما يجون؟ غيران اهله يا يمه ابوه وامه وين؟ ابوه وامه موجودين يمه ابو ميت محمد جميل عواد ايه يلا شباب سجلوا لنا هذا يلا حجي هسه سجلوا ان شاء الله يسمعوك ويسووا لك اياها عيني ان شاء الله امي يودي علي اريد اقابله فدوى اروح ان شاء الله امي حاكي لي صار انت حاكي لي صار تنزل ان شاء الله توصل له هاي ويحلك اياها اكيد وليدي شايف مشونك شا اكيد يحلها ما ادري اليوم انت بالحله متابعتك اليوم شفتك بالمشتل وجيت ترى على راسي امي على راسي سلمك ويحلها على راسي يخليك حياك الله الله يسلمك شلون شو العافيه عليك صباح العافيه عليك اريد ابني حسين بالانفجار ومعاملتك واقفه يم التدقيق عندي التدقيق صار لك بنت شهر غير تدقيق مال هاي التفجير وهاي توفى هو استشهد لا لا عشفيه جروح الظهر وزرة ايه ايه وصوين المعاملة ما شوفوا على التدقيق ايه مؤسسة الشهداء عشية ايه 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 مؤسسة الشهداء ايه ولا عد مثل كل ساعة روح وجي وعلي واقفة يمهم
أريدها من الله ومنه. مؤسسة الشهداء؟ إيه فدوة قلبك. بي بعد قلبي هاي. زين. أستاذ يوسف العبود ما يقصر. وهاي معاملته جايبة تاني. ظهره وجسمه كله شظ مثل ظهره شظ. بالملعب مال الصناعة راح يقدمون طقت عليه. شو يقدمون؟ تعيين؟ تعيين إيه قالوا أكو شغل. في سنة؟ هاي بالظبط. حبيبي عمو. من 2014 لو 16 ما أعرف. إيش قد عجز مالته؟ ما أطول نسبة عجز. ليش؟ ما هي هاي واقفة على نسبة عجز. ونريد نطلع لها الكيكات ما يطول. صباح الخير والعافية أستاذ يوسف. شلونك؟ الله يحفظك أستاذ يوسف. أستاذ يوسف يمي أم مصاب. وتقول بنت صارت 8 أشهر. شلون نقدر نساعدها؟ تفضل تجي يمي خلنا نتابع معاملتها. هسه تجيك هسه تجيك. هسه تجيك. اسمك؟ هدية جبار. هدية جبار عبود. عبود أم علي. أم علي أم علي. إن شاء الله. أوه يندار على طولك. تندلين هالمؤسسة؟ قلبك يا يموت. تندلين المؤسسة؟ تندلين المؤسسة اسم الله عليك. أيوة. تندلينها؟ ايه. وين؟ هي ملينا منها. وين تندلينها؟ في الكرادي؟ اي. بين الجادرية؟ اه. يم الفلكي؟ اي هاي هاي. الرئيسية؟ اي. روحي استاذ يوسف العبودي. اي. مع نائب رئيس المؤسسة. ايه. ينتظرك. ان شاء الله رحم الله والله. نعم. استاذ مصطفى الله يسعدك. شلونك يا الغالي؟ استاذ مصطفى قبل كان عندنا معمل مال نجارة نشتغل به وعندنا ضمان اجتماعي. هاي قبل القادسية بال 79 قبل ال 79. يقطعون من عندنا ضمان بوقتها 8 دنانير من كل شهر من كل واحد. زين. هسه راجعت الضمان يقول ما موجوده اوليات مال قبل ال 2000 وقبل هذه. قلت شنو يعني روح عند معامل واجايز وهذه يعني ما. روح حقنا يعني كان عندنا ضمان اجتماعي. وين الاوليات راحت؟ نعم. وين راحت الاوليات؟ ما اعرف هاي باوع راجعت يقول ماكو اوليات ولا هذا. هذا رحت الارشيف همينه الفترة حسب سجلات الموفر لدينا لم يسحب الرصيد. اي رصيد التسعينات موجود. التسعينات اي التسعينات رصيده موجود. اي يقول بعدها ماكو ما راجعنا صار الحروب وصارت لها الطلايب ورجعنا رحنا عسكريه يعني هاي الشغلات المفروض همي عرض الاهميه. زين دكتور الخدمه هسه اقول لك ماكو اوليات ايش تريد تقول له؟ شلون لعد هو هذا شنو المعيار اللي واحد يرجع له اوليات بيه ويقول لك احنا ماكو اوليات يعني هذا اللي كنا ندفعه يعني كله رغم هذا شو اسمك انت؟ علي حسين حسن. انا اخذ تليفونك. أيوة. قسم شؤون المواطنين مكتب رئيس الوزراء ان شاء الله يتصلون بالعمل يشوفون اذا اكو اليه. أيوة. تحل بس هو ما اعرف يعني ان شاء الله اليه تحل قضيتك يا ريت بس ما اوعدك بشيء انا حتى ما تقول مثلا قال لي ما سوالي ان شاء الله ما يسوي لك شيء ان شاء الله. مشكور يا الغالي. حياك الله سيد. حبيبي شلونك؟ تقرب لنا شويه امورك. شلونك سيد؟ عندي مناشده يم رئيس وزراء. ايه؟ القضيه لازم هو يحلها واريد تخابر على سيف البدر. انا هاي عيني ما اشوف بيها. اي وهاي الثانيه بها مي. ابشر. وعمليه يطلبون علي 30 ورقه انا ما عندي. زين. والمناشده مال رئيس وزراء ضروري هو خالي اريد اشوفه وعندي شغلة أيام صارت وما صارت زايرين بعدين أقول لك من تخلص برنامجك. أي صارت وما صارت فدوة لكم وأنا مظلوم في القضية. أي وريد سيف البدر هذا وزارة الصحة أنا من وزارة الصحة. أي أنت شو تسوي بوزارة الصحة؟ أنا؟ أي أنا كنت مسؤول مال مصاعد أنا كهربائي. أها هاي عيني ما اشوف بيها. سكر وضغط. تروح لابن هيثم رحت؟ انا لابن هيثم هاي سقطوا لي اياها. صباح الخير. استلمنا الاسم والرقم ونرتب له. هسه احنا يمنا هنا عمنا سيد. ويقول يعني ناشدك بالاسم ويقول بدك تخابر الدكتور سيف قال لي. وهذا ذاك سلم عليك. الله يساعدك دكتور. اهلا سيدنا. شلون صحتك؟ انا احتمال ابوك صديقي اذا طيب واذا عدل خلي خارج البرنامج جانب خدمتك اكون ممنون لك. اهلا وسهلا. انا عندي هاي عيني ما اشوف بيها.
والثانية بها ربع أشوف وجيت قوة. أنا أنتظر مصطفى يجي للمشتى اليوم يوم. أهلا وسهلا. توجه الآن إلى مصطفى. باكر أجيك أنا وأنا وأهلي أجيك. ليش ما تروح هسه لابن الهيثم إذا المشكلة؟ لا ما أروح لابن الهيثم، أروح لمدينة الطب يمكم. أهلا بيك مدينة الطب، هم خلي دز الساعة مصطفى اسمك ورقم تليفون. إي صار باكر أجيك بهالساعة. أهلا وسهلا، موجودين إحنا كل يوم يوم من الصبح. آه شكرا جزيلا. اسمه ورقم تليفون. صار دكتور صار صار. رقمك وتليفونك سالم دز لي اياه بالرساله. عين حجي مصطفى هاي صار انا 3 مرات قابلتك وكل نتيجه ما حصلت. ابن مريض عندك حل شنو رايك؟ شنو علاج ما لك على شنو؟ وهذا الرعايه هاي الباحث صار له قد ومقدمه من 2002 اي زين. وهاي راتيه علاج ما عندي وقاعده بالايجار قلت لك بالعبيدي بالزراعيه باسم من باسم من باسم من سامع اليوي دويت. هاي الرعايه هاي الرعايه سامع اليوي دويت. اسم الام فيلة محمد. ها فيلة محمد توله فيلة شيله فيلة وطيت رقمه كل شيء ماكو ناشدت وزير الصحة ناشدت السوداني كل شيء ما حصلت. أما هاي الرعاية الاجتماعية ايش عليه بوزارة الصحة؟ لا هو علاج إله لابني ما عنده علاج أروح أعالجة ما عندي قاعدة هسه راح أخذ رقمك ويخابروك إن شاء الله. خلي تليفون قلت له سالم ما جاب لي علاج واخذ رقمه كل شيء. ليش ما جابوا لك علاج؟ وين العلاج؟ هذا وكل شيء هذا هسه هو يعرفني. سالم هذا ليش ما جبتوه؟ والله هذا ليش ما جبته سالم؟ جيبه يقول قبل ما جاب لي اياه. هسه روح جيبه من الصيدليه. روح حجي هسه اشتري لك اياه. بس تقول يا ابوي العالم قبلك هسه جيت حياك. سلمنا على السيد السوداني قبل العلوية. سلم علي شلون؟ سلمنا على السيد السوداني. اي قبل العلوية سلم علي. زوجها اللي ضحاها ما سجلوها بالحج ما طلع اسمه. الحج ما طلع اسمه؟ بالحج وانا عمري 65 سنة ايش باقي بعمري اخاف. وابني ما طلع اسم بالضحايا قالوا لنا او ماك راحتك يبطونا 140 ما قلنا احنا ما تكفي عندك رجال وعنده زوج وانا هالمريضة بالسكر ما يصرفون علي. نعم. وين سلم العدد؟ وين سلم العدد؟ وين دعي له بالسكر بالعافية على القلب. شلون تعال حجية ما جاب لك اياه؟ سالم ابناء اخذ رقمي وقال العصر اجيب لك اياه وما جابه. اكو ولد همي ناشده ها قال حجية انا اجي قال الا انا اجي وراح جاب لي اياه الولد ما جاب لي اياه سالم. يعني ما اخذها هاي سالم؟ لا ما اخذ صورها هو صورها. هسه شبك اياها هسه احنا ما نكذب عليك هسه يجيبوا لك اياها وتوقف هنا. ما انا بالعلاج ما العلاج كل شيء ولا العلاج استاذ مصطفى. يا ابوي هاي الاسماء هسه جاي ندزها مال الرعايه هسه ما نعرف احنا جاي ندزها ترجع ولا ما ترجع. نروح نختل لنا بنائب بعضو مجلس محافظه نقول له دز لنا اياها. استاذ مصطفى عندي شكيه انا حجية خلي اسمك ورقمك. عندي شكية استاذ مصطفى عندي شكية على المستشفى يعني تروح تقص وصل ب4000 من الطب على الدكتور هذن سعرهم بالسوق ب500 دينار. وين العدالة؟ العدالة ذنني 500 دينار حاجتك لو حاجتك ب20000 هم يسوي لك اياها. يعني ليش الوصل يقصه ب4000 وهسه بويا حتى ترى ماكو اجازه والله هذا انت تحسب بس هاي ما تحسب الفحص ما تحسب التحليل والله لا فحص ولا تحليل ولا ابد قصدي ب 4000 وهاي توني جيت من اشتريها من برا بعد والمن تراجع مو ايش المنطقه مو ايش المنطقه عمو ما تروح تراجع والمن هسه انت من تروح برا تتفحن وعادي ما تستحسف عليه والله لو ادري بين جايبين من برا ولا راح جايبين من برا الله يساعدك حياك انا شرفت بيك عيني تسلم عيونك طلب اخوي انا عندي بتر من 87 زين زين وهذا قراري
وكل شيء ماكو بس الراتب. هسه ما اريد لا قاع، احكي لك بصراحه لا اريد قاع. راتب عندك انت؟ عندي راتب بس خلى خدمة. يعني كل شيء ماكو، الكراميات كل شيء ماكو بس على الراتب. احكي لك بصراحه مصطفى عيني، هاي مصطفى عيني على حكايتك. بويه بويه بعد ماكو. شو تسوي ها؟ يعني شو تسوي؟ يعني شنو المفروض هسه يصير لك وما صار لك؟ ما كل شيء، لا كراميه لا شيء، لا اريد بيت لا اريد قاعد بالجيش القديم وعندي متر برجلي زين. هو قاعده كل شيء ماكو لا حركه هسه مال شيء. حتى لو اريد احكي لك بصراحه كل شيء مال، حتى لو سلف اخذ لي سياره بس تعيني، هاي هي بس اطلب نسيت الشعب السوداني بس، حتى لو يعطيني سلفه على سياره، حتى لو سياره عاديه ما اريد من هاي الحديثه وهاي، لا مول لا سياره لا بيت لا، بس مجرد سياره بس تعيني كل شيء مالي. هاي رزاق حسن كامل. خلي تليفونك. هاي شو مالك؟ شنو ابوي؟ انا شو اتذكر البارحه شكلت والله ما اتذكر. هاني ذكرني هسه. عندي اخوي مواليد 55 شويه تعبان عقليا. يطلع روس السوق استرابين بين كل خميس. يطلع ويرجع البيت، هالمره طلع 4-7 والروح راح لحد الان وما اعرف وين صار هذا. مفقود. ايش قد صار له؟ صار له من 4-7 طلع هاي السنه. يعني صار له اكثر من اربع اشهر. وهاي الهوية مالته. الكل من يعثر على كاظم ناجي سلطان اسكن بغداد جديدة، الاتصال على هذا الرقم. اي والله شوية تعبان. زين مستشفى رحيت راجعت ما خليت مستشفى، ما خليت مركز، ما خليت ما كلها، رحت السعدون، رحت طبعا حتى التوين، حتى رحت لها يقولوا وياي ساحة الخلاني ساحة الميدان ماكو. ونزل صور ثاني شلون صوت؟ ان شاء الله ان شاء الله تنجح. اسمك كاظم ناجي سلطان مصطفى. حكينا باسمك. عافية احسن. اصبع عليك وعلى القناة العراقية وعلى رئيس الوزراء السيد محمد شاع السوداني. انا تقريبا جيتك قبل تقريبا 8 اشهر هم هنا التقيت وياك وانا متابعك، يعني مشد متابعينك. ليش؟ لان اليوم الصراحة مو مجاملة او قدامك حاكيها وراك. مصطفى اللي جاي يقدم هاي الناس والله يعني اني الثناء لك، يعني هذا واجب. واشكر ليش اشكر اليوم الناس هواي ولها اراء. انا اليوم رايي اهم شغله سواها السيد محمد شاع السوداني خدم المناطق الزراعيه وصات بابها صوره الصراحه. شويه بعد المشاكل المي عندنا بقريه ناجي بنهايه المعلمين، نعم شويه المي هو بس خابط، يعني بس خابط وماكو مجاي. فأتمنى يعني من يمك مناشدة للماي، وأتمنى ثاني مرة أطلبها التقي بالرئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ولو بالمكتب. ثاني مرة؟ لا ثاني مرة طالبت ماكو شيء، فثاني مرة بيكن الله صير. وأنا أدري يعني ما حتى لو ما التقي بيهم أبدا، يبقى هذا كلامي ووجهة نظري. اسمك؟ علاء حميد خلف. علاء شو اشتغل؟ والله تاكسي. تاكسي. الله يحفظك على مصطفى. السلام عليكم مستر مصطفى، مشكورين على جهودكم. هذا واجب. رحم الله والديه. احنا اصحاب البطاقات الحمراء اكثر من مره. اي والله ناشدنا ورئيس الوزراء نوجه له التحيه ان شاء الله. ماكو تبوي بقى هي قراءه اولى، هي قراءه اولى قراها بس بقى قراءه ثانيه ان شاء الله. زي ما اطلقنا بصراحه، وانت تعرف حكومتنا ايش تسوي يوم هيك يوم مجلس النواب. ممنونين منك. تحياتي. بس مناشده رحم الله والديك ان شاء الله توصل. استاذ مصطفى السلام عليكم. توكل بالله. عمي الله يساعدك. انا الله يسلمك. انا جريح بالحج الشعبي. نسبة الجرح مالي 75%. نعم. وعندي قلب وعندي مشاكل بالكلى. وما عندي مثلا دي اسوي لي عمليه هاي ما عندي. راتب عندك صحيح؟ ها؟ راتب عندك؟ اي راتب عندي بس انا مقدم على قطعه ارض قالوا لي بغداد ماكو، قدمت على الكوت صار لي سنتين. بس ما اروح لابو الكوت بعد اسراك ما جاي، بعد اسراك ما جاي، وانا شو اسوي بها اموت شو اسوي بها بعد ما اريد انا. بلكي اريد بلكي واجب بلكي مشون يطول قطعه ارض وخلنا استفاد بيه. والله ما اعرف يا عمو انت يا قطعه ارض كلها تريد بكل. احنا جرح احنا جرح انا مقدم صار لي سنتين، انا مقدم صار لي سنتين. اسمك حجي محسن الرحيمه مانع. خلي تليفونك استاذي. الله يسعدك. حياك الله. شو جاك؟ الله يسعدك. هذا ناشد وزير الداخليه. انا ابني مهموم يعني. ابنك شو؟ ابني صوب يعني عده صوابات براسه وهاي زين، نقلوه من الوحده مالته للمستشفى توفى يعني بالخلال
ما كنت واحس هو شهيد صاحب عائلة زين. سويت مقابلة سيد الوزير كتب الوزير شوف كتب الوزير من حسب شهيد زين من جراء الخدمة وعلى إعادة النظر في قرار المجلس التحقيقي إيه؟ واحتساب وفاته أثناء الخدمة من جراء لأسباب إنسانية على صندوق الشهداء يعطوكم مساعدة مالية ما خبر بعدني أنا ظليت أركض زين طلع من المليون ما أخذته لا ظليت أركض أراجع بالمعامل إيه؟ المليون تأخذه بالباب ما أنا ما 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 جايب مستمسكات كانت وياي إيه زين وهذا قابلت الوزير شو هسه كتوالي كان يقولوا لي ما يصير زين هو ابني هذا ضحى 10 سنوات بهالحر والبرد وتصويبه زين وعاف احنا جهال واطفال ابوي شلون يا غير مجلس تحقيق هذا العد هو هذا من يكتب السيد الوزير اعاده النظر اي حاله انسانيه الاسباب والاسباب حاله انسانيه على صندوق فاضل جاسم حليح اللي تطالع وياه قبل ها طالع لا ما طالع شلون قابلته منو اني إيه؟ قابلته رحت وانا مقابل وكان اللواء احمد ثاني السوداني اي شلون انا رحت عليه منين رحت عليه شلون سويت واحد مثل طالع رقم تليفونه اتصلت فيه راح صارت مقابلتي ويا الوزير إيه؟ زين شكرا استاذ مناشد انسانيه خلي تليفونك السلام عليكم شلونك استاذ عندي تكتك بالحجز وصار لها 7 أشهر انا مروج معامله والمروج معامله كامله وبعد وصل مال استلام سنويه وصار لها 7 أشهر لا هم المطين السنويه ولا هم المطين التكتك دافع رسوم ومكمل قمرق وكلها كامله وهسه هي محجوزه كظان ابو النجده وانا كظان ما معظم وانا لا مخالف ولا اسمه وشغلته اصوليه وقمارق وكامله وها صار 7 أشهر اروح انا وارجع صرفت اللي عندي والما عندي وما أخذها بالقصد الله شاهد وهاي طلعنا مظاهرات البارحة قالوا بعد 10 أيام تنفتح وهاي صار 7 أشهر كل يوم قالوا 10 أيام وشهر وعشرة أيام وشهر وماكو جايبة نجون بينا وماكو زين هي تكتك سعرها 7 ملايين وجبتها بتعبي وجبتها يعني قصد زين وهاي الحالة شلون أنا ناشد لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري يشوف لنا حال يعني شلون والله يعني طب غير شغلة أصولية وقمرك حالة حال هاي السيارة غير لازم تسجل ليش ما تسجل مصطفى الله يساعدك شلونك انا بالداخلية شو تداوم زين وجماعة العفو ما طلع اسم بويا بس شوي لا اسم راجعت هاي مال العفو ما راجعنا الداخلية وراجعنا شو اسمه انه ابعادوا علينا الفحص بالاكاديمية صارنا تقريبا 8 أشهر 9 أشهر من فحصنا لحد الان ايش اسمك حيدر كريم عجز خلي تليفونك سامر خلي تمشي السلام عليكم سامر مصطفى شلونك يا عبد شلون صحتك يوم 7/8 سويت لقاء وياك بغلاء جديده انا مدبني العسكري داوم صفات عسكريه بطائرات المسيره خابروني الساعه 11 بالليل قالوا لي ميت وين على مقابل مجمع الزهور رحت للكاميرات يقول لي يعني مع الاسف هذا يعني المفروض سيدي الوزير وزير انا اشكر له الفريق الركن عبد الامير الشمري والله رحت الاستخبارات الطابق الثاني يباوع عليه واحد يباوع على الاخ يقول له هذا الموضوع عوفه ليش اذا شوف ابني يقول لي شو تسوي شوف ابنك اذا قال ابني داوم بالاستخبارات يقول بالجبهه وكمل كل شيء معني وميت اذا اعرف منك انت شلون انقلب شلون مات ما رواني الديسك مالته هاي نقطه وناشد الفريق الركن عبد الامير الشمري عبد الامير يرى له قوات خاصه لحد الان هو عنده خدمه وداوم ومهندس هندس حاسبات دام بالشعب الاستخبارات ودام كل الجفات ولحد الان ما دزوا عليه ولا طون يعني صور فلوس دفنه مطه فلوس دفنه مطه اسمك ولا طه ولا اعتبروه شهيد اسم ابني اي مو معتبره شهيد مو بالواجب شلون هو نازل من الشعب نازل مو بالواجب نازل من حادث زين اسمه اسامه كريم سويد ياسر خذ تليفونك شكرا لطيب المتابعه الى اللقاء مصطفى.